ها نحن قد عدنا في الجزء الثاني مع الخبير الاقتصادي المهندس جلول سلامة. كنا في حديث شيق في الحقيقة، أخذني بعيدا والحديث ذو شجون. نعود إليه في ميكانيكا الأسعار، وكان قد طرح سؤالا لم يجب عنه، نشاهد معه الإجابة. إذا كما كنت أقول لك منذ قليل، يعني فككنا تركيبة الأسعار مرة جاية صيف من مرة جاية، لقينا في تاليا باللي الضريبة هي الضاغط الأكبر على تركيبة الأسعار، دونك لا كومبوزيسيون دي بري. بون، ما دخلناش في لا كومبوزيسيون، ما دخلناش في الديتاي، لا نوسيون دو تون ايكونوميك، لا نوسيون دو لومبلوا، لا نوسيون دو لا فورماسيون، لا نوسيون دو لا كاليفيكاسيون، لي سيرتيفيكاسيون، هذه المنظومات الحقيقية تاع السعر ما دخلناش فيها، لأن حتى المواطن يفهم السعر هو بطاقة تعريف المنتوج، هذا هو المعنى ايكونوميك ما سي كوم سا. يعني كي نقول عند تسقسيني تقول لي اعطيني بطاقة تعريف، تعي تلقى تاريخ الميلاد، الاسم، اللقب، مكان سكن اكسترا. المنتوج السعر هو اللي يقول لنا لا كاليتي نتاعو، لو نيفو دو كاليتي، وشعال اون لا دوزي كابيتال، شعال فيه كابيتال مال، وشعال فيه كابيتال عمل، شعال فيه كابيتال جوده، شعال فيه كابيتال تقني، وشعال فيه مواد. هذا هو سكون ابل لو بري اي لا ماتريس انديكاتريس دو كونتوني دو برودوي، هو اللي يخبرنا واش في البرودوي هذا. مادام لو بري مرتفع صافي دي لو كونتوني بزاف. البرودوي المعقد مثلا هاتف هذا فيه تعقيد تكنولوجي، اذا السعر نتاعو مرتفع، السعر المرتفع يعادل التعقيد التكنولوجي. مادام البرودوي يكون سهل ومبسط مثل هذا القلم ولا التعقيد التكنولوجي ما كاش، اذا السعر ينزل. دونك هاي لا كومبوزيسيون ريال دي بري. حنا نروحوا هذه لا ميكرو ايكونومي، نروحوا في لاسبي ماكرو ايكونوميك، ليشال تاع الدوله. ليشال تاع الدوله لقينا باللي لا مارج الكبيره في البري تاع الدوله اون فات سو سون دي تاكس ريالمون. وقلنا وصلنا للنتيجه وشفت انا عينيك كي برقوا هكذا، صافي بوكو تو سا. قلت لك حابس انايا الدوله تقول لي نراجعوا لي بري، نضبطوا لي بري مراجعه العقيده الضريبيه، هل هذا يكفي؟ هذا سؤالك. الاجابه لن يكفي، لأن العقيدة الضريبية مبنية على ثلاث أسس. الأساس الأول العقيدة النقدية، لا فالور دو لا موني نتاعك كومباري او ديفيز اترونجير، اي لا فالور دو لا موني كي كونستيتي لو ريفوني ديستريبيو في لافا، يعني لي سالير اللي قسمتهم على الناس في لافا. نحكيو قصة لي سالير. دونك بروميير ريفورم باش تضبط الأسعار ريفورم فيسكال، مع عقيدة ضريبية. ماشي العقيدة الضريبية في الجزائر عندنا مشكل بزاف، بو جون باي بور بوكو، بوكو جون باي بو. 80% 80% تاع الجزائريين يخلصوا بون 20 80، ستادير 20% تاع لي زالجيريان باي بور 80%، يعني زوج جزائريين يخلصوا في بلاصة 8. لا بليبار دو تون سو سون لي سالاري اوفيسيال تاع لي سيكتور اوفيسيال اون فادير. تو اسكي سيكتور نوار اكسترا ما يدفعش ضرائب، ولا يدفع الضرائب الغير مباشره، لكن الضرائب المباشره ما يدفعهمش. دونك ما يديكلاريوش، وي سون با دون سيركوي ايكونومي. بون قصه كبيره هذه ما نحكيوش عليها. القاعده حكم بلي في 10 جزائريين زوج يخلصوا تحت 8. لا لوا دو باريتو 20% دالجيريان باي بور لي 80%، سو كي توتالمون انجوست. كاين جوستومون سور سو بلون سور سو بوان بريسي كاين ان بروبليم دو فاكتوراسيون صرا في لا لا تاع عندك مشكل، عندك مشكل كبيره، تاع عندك اقتصاد موازي وانت اللي خلقته. قانون النقد والقرض 90/14 هو اللي خلق لك السوق الموازي لو مارشي نوار، ومن بعد محافظ البنك ماشي لاكتويا كاع محافظ البنوك كيف فيكساو لك لي باريتي تاع لو دينار تو خلاص هاي بلوكاو لك ليكونومي تاعك، خلقوا لك اون ايكونومي باراليل. دونك ما تقدرش تخرج منها بدون مراجعه نقديه، العقيده النقديه، ميم با مراجعه السياسه، العقيده لو دوغم كيما دار تاع الدوله الجزائريه اصبح من الضروري مراجعته باش يتلائم مع العصر وباش الدوله تعود تحكم في الاسواق نتاعها. سامحوني. اذا قلت لك مراجعه العقيده الضريبيه تضطرك الى مراجعه العقيده النقديه رانا فيها، دونك لا فالور دو لا موني. اسكو هذا يكفي؟ نو ما يكفيش، لازم لك مراجعه العقيده التجاريه وخاصه العقيده الجمركيه لو دوغم دواني.
دونك هذوك اللي نسميهم احنا لي باريير دوانيير، دونك لي برودوي لامبور اللي انت راك طاكسي فيهم بزاف كيطلع لي زامبو تاعك لامبورتاتي باش يكذب، هذيك لا تاكس اللي طلعتها له يعاود يقسمها على المستهلكين. دونك فينالمون ما فكيتش روحك، راك في نفس المشكل. اذا لا ميكانيك دي بري كي تجي تشوف في اقتصاد مثل الاقتصاد الجزائري، المؤثر الكبير فيها 80% من المؤثر الحقيقي في التسعير في الجزائر هو الدولة الجزائرية وليست الأفراد، ليس المتعاملون الاقتصاديون، هي الدولة الجزائرية. راح تقول لي لماذا؟ هل هذا اختيار صائب أو خاطئ؟ الاختيار لا صائب ولا خاطئ، سي ان شوا بوليتيك، فوز افي شوازي سو موديل ايكونوميك، هذا موديل ايكونوميك شوازي بار تو لي غوفرنومون الجيريان دوبي براتيكومون لافينمون دو لانديبوندونس، وبالتالي هذه خيارات نتاعك، نعم. انت اختاري الدينار قرارات الدولة اختاري الضريبة كيما هاك اكسترا اكسترا. قرارات الدولة في الأصل تصب دائما فيها يعني نوايا حسنة وطيبة لصالح المستهلك الأخير، هذه هي النوايا، هذه القاعدة الأساسية اللي يبنيها التنظيم، هذه القاعدة يعني في أصل اتخاذ صحيح. القرارات هذا كلام صحيح، ولكن فيها يعني بعض الإشكالات في التنفيذ وفي التطبيق وفي يعني ما يسمى باللوردور ادمنستراتيف اي بيزونتور بيوروكراتيك. فهمتك، دوك نجاوبك. شوف الدولة كي تاخذ قرار، ما كانش دولة تاخذ قرار ضد مصلحة مواطنها، ما كانش، غير موجود اصلا. الدولة مبنية على مصلحة المواطن، الدولة هي المواطن دي ملتبلي بار لا جيوغرافي بار ليستوار اي بار تو لو غاز دي كومبوزيسيون تاع ليتا. دونك ليتا ريغاليان عنده هاد لي دو فونكسيون، عنده لا فونكسيون ديفلوبور، هو اللي ديفلوبي لي زانفراستركتور، هو اللي يبني ويدير المدارس والمستشفيات تو، وعنده لا فونكسيون ريغولاتور، هو اللي ينظم التجاره، ينظم التسعير، ينظم الاسواق، يدخل روحه شويه منا وشويه منا باش سوا ديزون يدير لي سكون ابل لي غرون زيكيليبر دو ليتا. بيان، هذه خدمه الدوله، فونكسيون ريغاليان، ديفلوبور، ريغولاتور، هذه حتى واحد ما يناقشك فيها. الجزء اللي ربما يحير المواطنين يقول لك بون بيسكو الدوله نوفو الفو نوتر بيان، يعني هي تبحث عن رفاهيتنا وتبحث عن امننا القومي والغذائي والاستقلال وما نش عارف في توسا بيان، كل شيء هذا جميل، هذو باش توفرهم لك الدوله تحتاج الى اموال، هاي الاموال من جابتهم؟ جابتهم المنظومة الاقتصادية. راح تقول لي الدولة راهي دات من عند المواطن، لا الدولة تاني راهي مشاركة هي تاني كمنتج، باسكو الدولة عندها الباتريمون تاعها، عندها رزقها الدولة. الدولة عندها رزقها، رزق كون ابل الملكية الجماعية. بون تو سكي بترول، غاز، الكتريسيتي، الدنيا كاع هذيك، الدولة عندها الوزنات نتاعها، عندها وبالتالي عندها سكون ابل المواطن يفهم الشيء هذا، عندها لو سيكتور مارشون، القطاع التجاري الخاص بالدولة، لو دومين بريفي نتاعها رزقها. دونك هي تاني تشارك مع القطاع الخاص في هذه المنظومة. ثاني هي تنتج وكسترا واكبر منتج للدوله ويخلص ضرائب كبار والدوله تمشي بالضرائب تاعها هو قطاع الطاقه، النفط، البترول، 45% 45 مليار دولار تاع سوناتراك تقريبا كاع اموالها تعاود اللي دخلوا مع الشركه، دونك لو دومين بريفي تاع ليتا، هذه الاموال كامل تعاود الدوله تحطهم عند المستهلك الاخير تعاود تصرفهم عليه. بالتالي لا كيستيون لهنايا اللي ربما تحير الناس يقول لك بصح الاسعار على ماناش متحكمين فيها. هنا نعودوا للمثل كي يقولوا بالفرنسويه لو ديابلي دون لو ديتاي، الشيطان راه في الديتاي تفاصيل. تري بيان، كي شحنا مثلا كي كنا نحكيو قبيله قلنا قضيه التخزين ومن بعد التوزيع، ما هي ساهله نخزنوا كي يكون بزياده ومن بعد نبدا نقسمه، سا سباس با توجور كوم سا. هنا يدخل لا نوسيون سكون ابل لوبورتونيزم، كيفاش يقولوا لوبورتونيزم؟ الانتهازيه، بين قوسين الانتهازيه تاع المتعامل الاقتصادي الخاص. المتعامل الاقتصادي الخاص واش يشوف؟ يقول لك انايا في لو سيكلي باسكو يفهموا، يقول لك كون نبلوكي شويه الاستوكاج، غير نبلوكي شويه الاستوكاج، اللي الجزائريين سماوها يعرفوا يسموها دركا يقولوا الاحتكار. يقول لك كون نحتكر في الوقت الاقتصادي، ماشي نحتكر ديما باسكو كون تحتكر طول الاحتكار السلعه راح تفزد لعندك، نحتكر شويه برك. قال مثلا السلعه ابري 3 موا سوبيريم، انا في عوض باش نخرجها في الشهر الاول، نخرجها في الشهر الاول زائد 15 يوم. في 15 يوم هذيك السوق كانت محتاجه السلعه هذيك، انا واش كنت داير؟ كنت داير احتكار. اذا وصرا نون ديستريبيسيون نون اليمونتاسيون دي مارشي، ميكانيكمون لي بري طلعوا، لي بري طلع، تروح ترجع انت تجي عند الوزير، انت كدوله مثلا مراقب تاع الدوله ممثل للدوله تجرب الوزير، واش صرا هذا؟ على طلعتوا لي البري؟ يقول لك لا لو مام بري اللي راه عندك راه العاد يجي افيشي لو مام بري. تروح لهنايا للموزع لو مونداتور يقول لك نو
لي ستوك نتاعي اي سون اليمونتي وي زون ايتي ريديستريبيي فال لو سيمي كرو. تروح للسيمي كرو تلقاه مخزن لك مواد ماشي واصله للاسواق. دونك او بو تشان واش دار لك؟ دار لك صنع لك احتكار. هذاك الاحتكار المؤقت باسكو سي بروفيزوار، هذاك الاحتكار المؤقت هذاك هو اللي زاد له في لامارج بينيفيسيار نتاعو، هو زاد في لامارج بينيفيسيار نتاعو بصح الاخرين كامل ما زادوش. شكون اللي يخلص لامارج بينيفيسيار اللي زادها هذا افون لا فان دو لا شين؟ يخلصها المستهلك الاخير اللي وزين ما داتش، زيد بزياده حاجه يغلق عليها الدائره، الدوله ما تديش منها، بالتالي خرجوا لك افراد داروا لك احتكار في الاسواق، داروا لك سكون ابيل سبيكولاسيون مضاربه. راح تقول لي هادو ناس مشي ملاح ومش متربيين، لا لا هذا قانون الاقتصاد. هذا السيد دار لك هذه المضاربه، علاه دارها لك؟ باسكو انت من الجهه الاخرى المتعاملين الاداريين نتاعك عطاو له الفرصه. دونك شكون اللي خلق الذبذبه في الاسواق؟ كاين براتيكمون دي بوزيسيون دو مونوبول. شوف الاداريين واش داروا؟ الاداريين عندهم مثلا باش قلت لك كاين العقيده الجمركيه لي ماتير بريمير لي جون برايت، انت صنعت الاسعار صنعتهم في البور قبل ما يدخلوا لوزين، الاسعار تصنعوا في البور. عندك تصنعوا في لابونك وتصنعوا في البور، الجمارك داو حقهم، لابونك دات حقها، ومن بعد عاد لحقت لوزين وليزينا عاد بدا ينتج. طربيا الاداريين نتاوعك خضوا اوامر سياسيه بين هي حسنه، القرار السياسي شوف اعود واكرر هيك انا تعرف صراحتي في الاعلام، القرار السياسي من حيث المبدا صحيح جميل جدا. القرار السياسي واش قال؟ قال اخويا انا راه عندي طرو ديمبورتاتور وعندي دي بروبليم تاع فويت تاع العمله، دونك راني نصرف اكثر من المداخيل نتاعي. يعني وجبت سوناطرا كامل راه يروح مخروج ومن بعد راني ندين. قال حبسوا عليا باسكو في لا فيلوزوفي ايكونوميك كاين دو فاسون دو غاني دو لارجون، ديبارني دو لارجون باش دير ان ماتلا فينونسي، انتج اكثر بيع اكثر وصرف اقل، يعني صدر لو ماكسيموم اي امبورتي لو مينيموم. هذه هي طربيا الحكومه بيني حسنه وانا هي بالطبيعه مش غير حكومه كاع الحكومات اللي فاتوا واش داروا خاصه من 2020 وروح لهم صدمه الكوفيد وصدمه الحراك الجزائريين فاقوا بلي اتونسيون فاغيت ديبونسي كوم دي فو. دونك الحكومه قال لك يعني برزانه كوم ان بون بير دو فامي، الكود سيفيل يقول لك جيرونس كوم ان بون بير دو فامي، السلطات العموميه قال لك حبس عليا المصروف هذا نقص. صدروا امر سياسي، الامر التوجيه السياسي ما نقولش امر، التوجيه السياسي قال اضغطوا على المتعاملين في التجاره الخارجيه. تروح الاداره العموميه، هل معروفه الاداره الجزائريه من اصعب الادارات العموميه في حوض البحر المتوسط، صعيبه بزاف اداره، صعيبه تغلب السياسيين تغلب المواطن تغلب كل شيء، شي حاجه كبيره الاداره الجزائريه. بيان من بعد نعطيك بتيت اكزومبل صرا لي عنده دو جور باك فكرني به نعاود نرجع له. بيان تروح الاداره الادارات العموميه الجزائريه واش دير؟ تضغط له ماكسيموم وتغلق الدنيا كامل وتخرج لك تفتعل لك اجراءات وافتعلت لالجيكس ولي زوتوريزاسيون دامبورتاسيون ديكسبورتاسيون، خنقت الدنيا خنقت الاقتصاد. واش صرا؟ صرا اقتصاد ابارير، ليكونومي ابارير، دارت الحواجز امام المتعاملين. تحب امبورتي صوتي الحاجز الاول لي دودان تاعنا، الحاجز الاول والثاني والثالث يحب لك شكون يوصل عندها. وبو تشان واش وصلوا؟ وصلوا لها افراد أجهزة وبعض شركات كبرى اللي عندها شروط كامل تلبيهم لك، عندها الأموال تاعها، عندها لي زاغريمون لي زوتوريزاسيون، عندها حتى العلاقات نتاعها الطيبة اللي رتبوا لها الطريق، الجزائريين كامل يعرفوا اللوغاج هذا ما كان نطول فيه. إذا في آخر لاشين الإدارة شو صنعت لك؟ صنعت لك لي مونوبول وبنات لك إن إيكونومي أباريير، دارت لك الحواجز. كي دي الحواجز دي التعجيز، كي دي التعجيز دي مونوبول، كي دي مونوبول دي ناس غادي يسيطروا على السوق، كي يسيطروا على السوق سيطروا لك على التخزين والتوزيع، انتهى امرك، الاسعار لم تعد في متناولك انت، خلاص انت كدوله كمنظم لسه كون فونكسيون ريغاليان نتاعك كدوله تنظم ريغولاتور ما عادش تقدر تحكم في الاسعار لان الادارات العموميه نتاعك خلقت لك ان ايكونومي سبيسيال اون ابيل سا ايكونومي ا باريير اقتصاد الحواجز. شكرا استاذ. في هذا السياق بالذات يعني هل تسقيف الاسعار هل كان حلا وسطا حلا جريئا حلا جيدا ام حلا؟ شوف تسقيف الاسعار هو انزال للحمى وفقط، في لغه الاقتصاد لا يجب ان يكون. المبادئ الاساسيه للاقتصاد الحر هي الحريات الاربعه، لو كاري ماجيك انا دائما نادي به المربع الذهبي، هي حريه التسعير،
حرية نقل رأس المال، حرية المبادرة، والحرية الرابعة عندك وحرية المنافسة. دونك لا ليبرتي في لو بري، لا ليبرتي في لا كونكورونس، لا ليبرتي دينيسياتيف، اي لا ليبرتي دو ترانسفير دي كابيتو. عندي 100 في جي بي نقلها منا نحطها منا، ما عندك ما دخلك، ما تدخلش روحك فيها. نحطها في لا بانك ونسحبها في البنك الثاني، ما عندك ما دخلك، ما ديرليش مساءله وما ديرليش تحقيق جزائي. هادو طير الانستون، اللحظه الاولى اللي الدوله تحط يدها في لونغروناج هذا، سي فيني لا شان ايكونوميك بلوكي، ساي سي ترميني. دونك واش يصرى موراه؟ سو سون كو دي كونسيكونس. الدوله كي خلقت بالقرار تاع الضغط على المتعاملين الاقتصاديين، ضيقت عليهم، كانوا فوق 30,000 ردتهم تحت 15,000، دونك نص المتعاملين طردتهم من سوق التجاره الخارجيه. وين يروحوا الغاشي هذا؟ وراهو عندهم اموال مكدسه، واش يروحوا؟ راح يشري لك الداخل، يروح في السوق الداخلي. السوق الداخلي واش فيه؟ فيه خضر، فيه وكذا، حتى الحبوب مسيطر عليهم الدوله. شنو بقى لك؟ قال لك خضر فواكه ومواد نصف مصنعه سومي برودوي. صار لك مضاربه فيهم، باسكو علاه الناس هذو موالفين افيك دي كروند مارج في لامبور، كيف في المارشي اكستيريور، في المارشي انتيريور لي بوتيت مارج نتاعهم صغار وزيد بالدينار. والامبورطاتور بكري لا مارج نتاعو وين يديها؟ يديها في البنكه قبل ما يخرج، فايده داها في البنكه، وين داها؟ داها في الطو تشونج. ليكونومي نتاعك ادمينستري ولا باريتي اللي بلوكاها لك محافظ البنك نتاعك، اللي دار لك دينار 140 دينار يسوى اورو، وبرا يسوى 225 دينار 226. دونك انايا كوم امبورطاتور بينيفيس وين كنت نديه؟ انا كنت نديه في البنكه، انا قبل ما نشري السلعه داير بينيفيس، صاي ديتو في شونج. من بعد كي بلحت عليا وليت انايا نخدم في المارشي انتيريور، هذا كامل ما عنديش. اذا كي نقصت لي لا مارج، انا باش نوسع لا مارج، واش راح ندير لك؟ ندخل لك في لا ميكانيك اللي كان يشرح لك فيها دكتور جلول، نروح لك للتخزين، نوقف لك التخزين، ندير لك نرفع لك التخزين، نقص لك من التوزيع، ونرفع لك ميكانيكمون الاسعار. جيت انتيا طحت عليا بالقانون الجزائي لاول مره في تاريخ الجزائر، ربما الجزائي دخل ديريكت. خلاص سي فيني القانون الجزائي، قانون المضاربه، اضرب على اليد الامن، الاجهزه الامنيه، لمنوط الدنيا، الدوره الاقتصاديه كامل اصبحت دوره جزائيه. خلاص سي فيني ساي سي ترمين. دونك راح تقول لي قضينا على المشكل، لا لا فو لافي ديبلاسي فو لافي باريزولي. انا التخزين بيسكو كمخزن يعني بين قوسين مارد، بين قوسين المخزن المارد بين قوسين، انا ما يليقش نسميوها هكا، يعني قلنا مصالحه اقتصاديه. هذا المخزن المارد اللي ما شبعش باللا مارج حب يرفعها من خلال التخزين، هذا انت كي درت له كيما هكذا تقول لي خلاص ما يزيدش يخزن. لا هو ما عادش ما يزيدش يخزن، عاد يقول خليها في الوزين. مو لوزين شي يقولوا، يقولوا مي بصح نخرجها. لا لا خليها في لوزين، انت اش ما عندك؟ ما ديكلاريها ليش برودوي سورتي لوزين، هاني شاري عليك السلعه ستوكيها انت عندك. دونك فينالمون ستوك وين صرا؟ ديبلاسينا ولا في لوزين. نوضا انت يا نفس الشخص يروح يشري البطاطا ويشري البصل ليتو، تقول له خلاص انا في الليح بعت لك بطاطا نتاعك، بعت لك 50 100 قطار تاع بطاطا هزها. لا لا ما نهزهاش، هزها بالعقل. بصح صاي بعت لك، هي خليها عندك. التخزين وين صرا؟ في الارض. قعدت في الارض هكا، دونك قاعد عند بروديكتور. ديبلاسمون دو بروبليم. ديبلاسمون دو بروبليم ولا با ريزولي. علاه؟ باسكو الاداره العموميه دخلت بهذاك وراحت جابت القانون القضائي ودخلوا الساده القضاة في الحلقه الاقتصاديه واهل المجاره وخلاص ودقدقت الامور. يعني في خضم هذه المشاكل وهذه التعقيدات اين يكمن الحل؟ الحل يكمن كما قلت لك، اولا لازم الجزائريين يفهموا لغه واحده. لغة المصالحة الاقتصادية. Il faut que les Algériens se réconcilient entre eux-mêmes sur les concepts de l'économie. حنا رانا ماناش دايرين، شوف دايرين اقتصاد في لافاساد ليبرالي، في لاريير جوست موراه الشكليات والاجراءات شبه رأسمالية، من موراها اشتراكية بحتة واقتصاد إداري حق. أكبر اقتصاد مسير من الإدارة في البحر المتوسط وبلد في الدول العربيه، مر بس اصبح الاقتصاد نعم. جاي اذا جاوا اول نعم. مقترح التراجع عن التسيير الاداري للاقتصاد، سحب المنظومه الجزائيه من الاقتصاد، سحب المنظومه الاداريه من الدوره الاقتصاديه، مصالحه الجزائريين مع الضريبه ومع راس المال ومع القرض ومع الطودانتيري ومع لا بونك. الجزائريين منايفين البنكه ومنايفين الخزينه العموميه، الضرائب ما يتفاهمش مع الضريبه وما يتفاهمش مع البنكه وما يحبش الجمركي. انتم وراكم رايحين، سا با كونتيني، اون با كونستروي اون ايكونومي اون ايتون فاشي افيك تو لي دوموبرومون دو لا ماشين ايكونوميك. ملاحظه اساسيه هنا، يعني هناك توجه
سياسي للدولة وهو التوجه الاجتماعي للدولة الجزائرية، ولذلك تتدخل في العديد من الأمور، مش في يعني في السلسلة اللي كنت تحدث لها، ولكن في ضبط الأسعار حتى تخليها في متناول المواطن. هناك التوجه الاجتماعي هذا يلعب دور كبير، وهو من أساسيات التوجه الدولة الجزائرية. سهلة نفسروها. الدولة دخلت مؤخرا ضبطت القهوة، سعر القهوة اوني كونتون، تو الموند كونتون. انا وياك ما قالش با غون اماتور دو كافي، بصح معليش صباح قهوة حليب، هذيك الحليب تاع الدولة مدعم، القهوة تاع الدولة مدعمة، ونفوتوا لو بتي كافي 50 دينار بري، اون بوان ان بون كافي اولي، اوني كونتون. ليتا سقفها تري بيان، الدولة سقفت القهوة، هربت لها في البناوات، هربت لها في الصبيغة، هربت لها في الخدمات. الناس لازم تفهم بلي كي تسقف في بلاصه غادي تطرطق في بلاصه واحده اخرى. هذه من قواعد، انت عندك 15000 برودوي، الدوله راح تسقف 15000 منتوج. يا خلاص دخلنا في اقتصاد بين قوسين يشابه اقتصاد ربما ما نسميش دوله، خلاص ما نقولوهاش، مي اقتصاد اشتراكي، ولينا في قصه واحده اخرى. دونك هنا لازم الناس تفهم بلي ليكونومي عندها دي لوا ناتورال، مبادئ اقتصاد الحر، اي مبادئ مبنيه طبيعيه. Il faut revenir à la nature des choses. واول واحد لازم يفهم الشهاده هو الادارات العموميه. الادارات العموميه يروحوا يراجعوا المفاهيم تاع الاقتصاد ويحبسوا يدخلوا رواحهم في كلش اي بارتو. نعرف محامين ونعرف مسيلين كبار، مسيلين مؤسسات عموميه، دوكا ولا ما يهش لا ديسيزيون. ها يقول لك تسني سمولد ما كاش مشكل، خدمت في الشارع ما كاش مشكل، يروح شارعني. على ان شارعك بيسكو راك معترف ومشيت لك قانون سميه لي قانون الصفقات العموميه وكل ها ما نهش لا ديسيزيون انايا، جيب لي حكم قضائي يقول لي باللي لازم نخلصك، ويتحرك المحامي مسكين يضغط عليه يقول له روح للمحكمه اخسر ما تربحش، روح اخسر جيب لنا برك امر باش نخلصوه. يعني شنو فينال مقرر دفع شكون اللي سنيه؟ سنيه السيد القاضي. هل من صلاحيات القاضي التجاري ولا القاضي الجزائي التجاري بليزوما، هل من صلاحيات القاضي الجزائي هو يعطي امر باش مدير تاع شركه عموميه يخلص مقاول من الباطن ولا متعامل؟ سي لا فولي، اون اي تونتخان فان نيمبورت كوا، خلاص هاي دخلنا في الحيط. دونك هنا لازم الناس تفطن. الحل الدواء هنايا حريه الناس، عطلك حريه الاقتصاد، راجع المنظومات نتاعك، انسحب من الامور اللي خاطئتك، اسحب الدوله الادارات نتاعها يتراجعوا من الاقتصاد. انا قبيله قلت لك فكرني نعطي لك مثل، عندي ايام رحت باش كانت عندي مصلحه مثلا في ولايه من الولايات القريبه انا الجزائر، بس باش ما نحرش الناس، هذا اعلام على مسؤوليتنا امام الله. قدمت له شاك، يعني لازم نعطي له قيمه، عيطوا لها لي كونت سوسيو، هاي لي كونت سوسيو تاع الشركه، لازم تخلص 30000 دينار كي تكون اون باج في ان بي في، ما عليناش هاك 30000 حقوق تاع الدوله. قدمت له شاك بنكي، بنك عمومي جزائري، ما قبلوش. راسي ماركا ايغاغ تما حبس. قلت له يا اخي انت سي ان ار سي، سجل تجاري، انت تاع الدوله، مؤسسة عمومية، إدارة عمومية، نقدم لك شاك تاع بنك عمومي تاع الدولة الجزائرية اللي معترف به قانونا ودستوريا ويسموه سند مالي مضمون من الدولة الجزائرية، ما يقولوش. أي قضية الأمر الذي فيه. كي سقسيته قلت له أنا هكا يعني قلت بان قلت هذه غادي تولي في يوم من الأيام سبق علم، قلت له برك فهمني، إن شاء الله مانيش نجرم فيه الشخص، واش يقول لي هذاك الشخص في الكيشي؟ يقول لي جاونا اوامر من الاداره نتاع، قلت له تسمى لايرشي تاعك تاكد لي، قال لي هاي الايرشي تاعي تقول لي ما تقبلش لو شاك دو تيرس، عيطوا لها لو تيرس باي، انا خلص لك شاك بور لو كونت تاع الشركه تاعك. قلت له تسمى انت الشاف نتاعك فات القانون الجزائري، فات فوق القانون الجزائري. شوف انا راح تقول لي مش من حقه، لا انا نقول لك من حقه. علاه؟ لانه الادارات العموميه في الجزائر اصبحت ادارات فوق قانونيه، ما فوق القانون، اللي سوبرا ليغال. سوبرا ليغال علاه؟ لينورميتي دي بوفوار دونت ال ديسبوز، عندها بوفوار كبير على لو سيتوايان، عندها بوفوار كبير على الاقتصاد. هنايا راح تقول لي استاذ هذا كونستا، وشنو المقترح نتاعك؟ اسحب لها الكاشيرو، سحب الإدارة العمومية نتاعك، راك باي الاقتصاد يقلع، راك باي الدولة تلتحق بيركب الدول الكبرى قبل 2030، باسكو 2030 المنعرج الخطير غادي يصرى، 2030 2035 لما لحقناش سي فيني، ايكونوميكمون اون سرا ان بي دوميني، يعني غادي يعاودوا يستعمرونا اقتصاديا من جديد. اسحب الإدارات العمومية كيفاش تسحبهم؟
صار ممكن افعى نحي لها السم برك وخليها تعيش، نحي لهم لي كاشيغون، فرغ لهم صلاحيات نتاعهم، اعطي للمواطن واعطي للرجل الاقتصاد والمتعامل الاقتصادي سكون ابيل لو دروا دو باسي اوتر. انا طلبت لك الوثيقه هذه، طلبت لك مثلا انت اداري، طلبت لك انايا مش عارف عن نوطن الشركه نتاعي ولا طلبت لك شهاده اقامه ليا ولا، اعطيني شهاده اقامه تقول لي يجب توفير الشرط فلاني ولا، يقول لك جو باس اوتر، اعطيني شهاده الاقامه. انت جمركي حبس لي كونتينر تاعي، الكونتينر تاعي انا غير مطابق لمواصفه من المواصفات نتاعك، هذا فيه مايونيز فيه، ما تحجاش اخي، باسي لي وقول لي خلاص انا نعطي لك دونك سكون ابل لو باسي اوت، غادي نعطي لك لو كونتينر تاعك، بصح انا راح نتابعك امام المحاكم. اذا شكون اللي يتبع امام المحاكم؟ الاداره العموميه، روح تابع المتعامل الاقتصادي، بصح ما تحجش، ما تحجش وما توقفش وما تحقرش وما تريبليش الاقتصاد، خلي ليكونومي دور ولا عندك حق راهك مضيعه انت كاداره عموميه، انا متعامل اقتصادي ديت لك حقك، روح تابعني في القضاء، تابعني في القضاء التجاري، ما تدينيش الجزائي، ما تدينيش الجزائي، بيني وبينك تجاره اموال، لا غلط دير لي سانكسيون فينونسيال، درت لك حج في سلع دير لي سانكسيون فينونسيال، مي ما تدينيش انا دوفون لو جيج بينال، لو جيج بينال على مساله تجاريه، واش معناه؟ معناه نهز دراهمي نروح نخدم اير، ما نخدمش معاك خلاص، هاي سي فيني. شكرا جزيلا أستاذ، ها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، كان الحديث ممتع شيق جدا، واستفدت كثيرا من الأستاذ سلامة، ويعني انتهى بنا الكلام إلى رأس الأفعى وهي الإدارة البيروقراطية، ويعني الأثقال التي تكبل الإدارة ولا ويعني بالتالي تكبل حتى الاقتصاد الوطني. ها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، وهذا فيصل أقاسي يحييكم من بلاتو سلام تي في، السلام عليكم ورحمة الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.